تونس تنتخب رئيسها في أول انتخابات تعددية، معسكر السبسي يعلن تصدره، النتائج وترجيح دورة ثانية. في وطن عربي تحولت ثورته بركا من الدماء والوحول المتطرفة، ما زالت رائحة الياسمين تفوح من تونس، مهد ما اصطلح على تسميته الربيع العربي. اليوم عيد عندنا، عيد بلاد ثورة الياسمين تبلغ اليوم مرحلة جديدة من النجاح في مسيرتها الديمقراطية، مع أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخها. يعتبر الباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حركة نداء تونس الأوفر حظا فيها بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي. الرابح الأكبر في هذه الانتخابات هو الديمقراطية في تونس، أما أكبر الخاسرين فهي حركة النهضة الإسلامية التي خسرت في الاستحقاق التشريعي ووصلت إلى الانتخابات الرئاسية من دون مرشح واضح قادر على المواجهة. نحن اليوم مرة أخرى نصنع تاريخنا بأيدينا، نختار رؤساءنا، نختار نظام حياتنا، وهذا شرف لتونس ولكل أبنائها وبناتها. 27 مرشحا انسحب منهم 5 بعد انتهاء المهلة القانونية للانسحابات يتنافسون في هذه الدورة الأولى التي ستليها دورة ثانية قبل نهاية العام، في حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى.